السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 175 و176 من كتاب Pour communiquer en français المستوى الرابع ابتدائي. عندنا un texte de lecture. Voyage en train يعني السفر بالقطار. نشوفوا قبل ما نقرأ النص، نشوفوا الأسئلة ديال قبل القراءة avant la lecture. ديما أول حاجة كيطلبوا منا هو أننا نشوفوا نلاحظوا مزيان الصورة أو الصور. Observe bien les images. لاحظ جيدا الصور. كتلاحظوا بأن هذا قطار منطلق وهذا واحد لو كومبارتيمون، واحد البيت صغير في العربة، فهمت؟ العربة ديال القطار وهذا ان كومبارتيمون. العربة كتسمى ان فاغون، فهمت؟ العربة اللي كتكون التران كتكون مجموعة من العربة كتسمى ان فاغون، وهذا ان كومبارتيمون كيكون غير بيت صغير وسط العربة، واضح؟ إذن هنا عائلة كتبان لنا هنا في واحد العربة. نشوفوا هاد الأسئلة ديال الفهم اللي عندنا. قال لك جو غوليف، نخرج من النص. شنو لو تيتر دو تيكست؟ لو تيتر دو تيكست راه باين هو فواياج اون تران. انت لو تيتر دو تيكست هو فواياج اون تران، سفر بالقطار، سفر بالقطار. لو نومبر دو باراغراف، ديما كنقول لكم بان الفقرات باش نتعرف عليهم كي كندير نتعرف عليهم، شوف معايا نومبر دو باراغراف، تبع معايا واحد التقنيه ساهله باش تبقى تعرف عدد فقرات النص. لاحظ معايا شنو كتلاحظ، شوف هنا في هذه الجهه هذه شحال من بلاصه داخله. هات الكتابه هي هكا، ولكن شحال من بلاصه داخله؟ هذه هي داخله، ها الاولى ياك، ثم فين هي الثانيه؟ هذه هي داخله، شتي هذه بوحدها خارجه، هذه الاولى، الفقره الثانيه، ثم الفقرة الثالثة اللي داخلة على هادي هي هادي، شتي كاين ثلاثة ديال الفقرات، وهذا هما غالطين فيها، هادي ما رجعوهاش شوية للور، هادي خصها ترجع لهنا، ولكن راه باينة بأن كاينة ها الفقرة الأولى كتسالي هنا كتبدا هنا وكتسالي هنا، الفقرة الثانية كتبدا هنا وكتسالي هنا، ثم الفقرة الثالثة كتبدا هنا وكتسالي هنا، هادو هما الفقرات ديال النص. إذا شحال عندنا فقرة في النص؟ غنقولو إليا تخوا باراغراف، تخوا باراغراف. ديما ملي كيكون عندك شي نص حاول تقلب فين هما الكلمات اللي زايدين لقدام شويه، من في ما زاد شويه لقدام كتعرف تما بدات الفقره، واضح؟ هنا قال لك ثاني طلبوا منا لو نون دو لوتور. نون دو لوتور هو هذا بيرتران سولي، واضح؟ اذا هذا هو اسم ديال الكاتب. إذا طلبوا منا ثلاثة ديال الحوايج كما شفتوا، طلبوا منا لو تيتخ العنوان ديال النص هو فواياج اون تران، طلبوا منا عدد الفقرات ثلاثة الفقرات، طلبوا منا الاسم ديال الكاتب هو بيرتران سولي. شوفوا السؤال الثاني، جوبسيرف لي دو زيماج، قالك لاحظ الصورتين الاثنتين، اي جو ريبون او كيستيون، واجيب عن الاسئلة. شنو الاسئلة؟ هما هادو اللي عندنا لتحت، حول الصورة الأولى حول الصورة الثانية. هنا قال كو فوا تو سور ليماج، شنو كتشوف في الصوره الاولى؟ غتقول له جو فوا ان تران، جو فوا ان تران، تكتبها كاع تقول له جو فوا ان تران، هي هادي. شنو قال لك شنو كتشوف في ديك الصوره؟ تقول له انا كنشوف قطار. قال لك سي كيل مومون اون تور لا بون ريبونس، اين وقت هذا من النهار؟ اين وقت؟ ودور على الجواب الصحيح. شوف هنا شنو كيبان لك، هذا النهار ولا الليل؟ واش لو جور ولا لا نوي؟ طبيعة الحال لا نوي. علاش لا نوي؟ لان ترينا هو مشعل الضوء، لاحظتوا مشعل الضوء، اذا راه لا نوي. الصورة الثانية قال لك او سو تروف لونفون، اين يتواجد الطفل؟ شوف الصورة الثانية فين كيتواجد الطفل، تقول له il est dans le train، راه في القطار، وبالتحديد راه dans un compartiment، راه وسط واحد لو كومبارتيمون، دون ان فاغون دون لو تران، فهمت؟ راه في وسط واحد البيت صغيرة في داك المقطوره، فياش في القطار.
ان القطار كما كتعرفوها هو القطار بحال دابا هذا هو القطار هذه كتسمى مقطوره كومبارتيمون مقطوره ياك هادو كامل دي كومبارتيمون وهذه الاولى اللي كتسوق اللي كيكون فيها الشيفور كتسوق كتسمى لوكوموتيف لا لوكوموتيف هذه وهادو هادو كامل كيتسموا دي فاغون هذه لوكوموتيف هي اللي كتجرهم وهادو كيتسموا دي فاغون هنا في كيكون الشيفور في لوكوموتيف كتسمى القاطرة علاش القاطرة لان هي اللي كتجر داك القطار وهادو المقطورات قاطرة ومقطورات اذا قلنا لا لوكوموتيف وهادو دي فاغون واضح دي فاغون وسط لي فاغون كاينه دي كومبارتيمون كاينه بيتات صغيره مقابله فهمت وسط لي فاغون كاينه بيتات صغار واضح انا قالك او سو تروف لونفون قلنا دون ان تران دون ان كومبارتيمون كي فواتي دوفون لوي شكون اللي جالس مقابل معاه شكون اللي كتلقي جالس مقابل معاه جو فوا اون فام اي سي زونفون اللي مقابل معاه هي اون فام اي سي زونفون واللي جالس ا كوتي دو لوي هو ان فييوم شكون اللي جالس حداه هو واحد الراجل شيباني ان فييوم اللي قلنا اللي قدامو دوفون لوي هما اون فام اي سي زونفون à côté de lui هو واحد ان فيي هوم واحد راجل كبير واضح نشوفوا دابا النص نقراوه ونشرحه تبع معايا شوفوا النص ديالنا voyage en train سفر بالقطار le train القطار roule lentement كيزيد بشوية يعني ما كيجريش بزاف غول لونتمون جون اد لا شونس اد لا شونس نسا واحد دو صافكو جون اد لا شونس دافوار عنده الزهر جون عنده الزهر دافوار اون بلاس عنده الزهر عنده الزهر حيت حصل على مكان بلاصة تري دو لا فنات قريبة من النافذة شتي هو جالس حدا الشرجم تري دو لا فنات il fait nuit طاح الليل et l'enfant والطفل arrive à peine الطفل قال كي الله قدر انه arrive à peine à voir ce qu'il y a à l'extérieur حراك يشوف شويه شنو كاين برا علاش لان بدات كطيح الظلمه ما كيقدرش يتحقق من داك الشيء بالضبط شنو هادي وشنو هادي وشنو كيدوز من حدا شي حاجه مظلمه كيقولك هادي شجره هادي دار اذا غير شويه كيعرف شنو علام ولكن باش يشوف داك الشيء بوضوح لا علاش لان في نوي طاح الظلام ليكستيريور هو الخارج ديال القطار يعني لان القطار غادي هو كيشوف مثلا بحال هنا ما كتشوف لا كيشوف من خال هذه ولكن ما كيشوفوش بوضوح لان طاحت الظلمه واضح قلنا il y a ce qu'il y a à l'extérieur le compartiment قلنا le compartiment دوك البيتات اللي كتكون داخل كتسمى المقصوره داخل المقطوره اللي هي لو فاغون est plein قلت le compartiment est plein عامر En face de Jean, عامر هذا الكومبارتيمون عامر لأن فيه خمسة الناس ولا ستة الناس بعض المرات التران راه كيكون فيه كل واحد في كومبارتيمون كتلقى خاوي كتمشي باب وهذوك بعض المرات كتنعس كاع إذا شنو قلنا لو كومبارتيمون إي بلان عامر En face de Jean قدامه يعني مقابل معاه En face de Jean une femme somnole أحد المرات ناسة somnole ناسة comme ses deux enfants بحال وليداتها دوك وليداتها جوج وليداتها صغار ses deux enfants هي ولادها ناسي près de la portière قريب للباب la portière هي هذه قريب للباب la portière un vieil homme واحد الراجل كبير واحد الراجل شيباني est assis جالس assis باش ممكن تدخلوا مثلا القاسم كيقول لكم الاستاذ asseyez-vous s'asseoir هذه لو فيرب s'asseoir الجلوس اذا هذا الراجل الكبير جالس
كومبليتمون ايموبيل. اش كتعني كومبليتمون ايموبيل؟ يعني ما كيتحركش بحال شي جماد. ايموبيل موبيل هي كيتحرك. علاش كنسميو التليفون موبيل؟ لانه ما قالش بلاصه وحده راه كيمشي معاك فين ما مشيتي. موبيل ايموبيل هي ما كيتحركش، وكومبليتمون هي ما كيتحركش مره، ماشي ما كيرمش كاع مره صافي بحال تقول شي حجره تما. كومبليتمون ايموبيل يعني غير متحرك تماما كومبليتمون. دو بوي لو ديبا يعني ما كي ملي انطلق القطار وهو ما كيتحركش. بيرسون ني في اتونسيون ا جون، حتى واحد ما دايها في جون صافي، حتى واحد ما كيشوف فيه. هادو ناعسين وهاد السيد هذا المره بحال تقول ميت. ايوا صافي هو قنط. بيرسون ني في اتونسيون ا جون، لو غارسون سي سون سول، بدا كيحس بانه عيب بوحدو قنط. سي سون سول كيحس براسو بوحدو. اي اوكيب سون طون، وشغل ولا فكر انا يشغل الوقت ديالو. اوكيب سون طون شغل الوقت ديالو. اجوي باللعب. افيك اون تابلت، جبد الطابلت ديالو كيما كتشوفوا وبقى يلهي بها الوقت، لان دوك الناس اللي معاه ما حاسن بوالو قنطوه لان ما كيهضروا ما والو. قال اللهم نجبد الطابلت ديالي ونلعب فيها. واضح. نعاودو نقراو النص. Voyage en train. Le train roule lentement. John a de la chance d'avoir une place près de la fenêtre. Il fait nuit et l'enfant arrive à peine à voir ce qu'il y a à l'extérieur. Le compartiment est plein. En face de John, une femme somnole comme ses deux enfants. Près de la portière, un vieil homme est assis, complètement immobile depuis le départ. Personne ne fait attention à John. Le garçon se sent seul et occupe son temps à jouer avec une tablette. Oui, elle a mouta'ennia. Kilma kilma. Voyage en train. Le train roule lentement. John a la chance d'avoir une place près de la fenêtre. Il fait nuit et l'enfant arrive à peine à voir ce qu'il y a à l'extérieur. Le compartiment est plein. En face de John, une femme somnole comme ses deux enfants, près de la portière, un vieil homme, est assis, complètement immobile depuis le départ. Personne ne fait attention, à John. Le garçon se sent seul et occupe son temps à jouer avec une tablette. Oui. Voyage en train. Le train roule lentement. John a la chance d'avoir une place près de la fenêtre. Il fait nuit et l'enfant arrive à peine à voir ce qu'il y a à l'extérieur. Le compartiment est plein. En face de John, une femme somnole, comme ses deux enfants. Près de la portière, un vieil homme est assis. Un vieil homme est assis, complètement immobile depuis le départ. Personne ne fait attention à John. Le garçon se sent seul et occupe son temps à jouer avec une tablette. Voilà. Je fais pendant la lecture. Est-ce qu'il a l'air de le faire? Je lis silencieusement le texte et je réponds aux questions. Aqra'o. Comment s'appelle le jeune garçon? Je nous smite à
الطفل الصغير طبيعة الحال سميتو جون. لو جون غارسون سابيل جون. واضح؟ إذن il s'appelle John. Il s'appelle John. السؤال الموالي où s'est-il installé؟ يعني فين جلس؟ où s'est-il installé؟ أين جلس؟ dans un compartiment. جلس في واحد المقصورة. dans un compartiment. que fait-il؟ que fait-il؟ شنو كيدير؟ شنو نقولو؟ il joue avec une tablette. يلعب بواحد ديك اللوحة إلكترونية. il joue avec une tablette. ثم arrive-t-il à voir ce qu'il y a dehors؟ واش كيقدر يشوف شنو كاين على برا واخا جالس حدا الشرجم؟ اي بوكوا؟ وعلاش؟ يعني الا كان كيشوف قادر يشوف قلنا علاش، الا ما كانش قادر يشوف قلنا علاش. واضح؟ نقولو نو car il fait nuit، لان بدا طاح الظلمه، طاح الظلمه ما يقدرش يشوف شنو كاين على برا. هذه بطبيعه الحال صفحه 175. دوزو صفحه 176. صفحه 176 جو ريكابيتول يعني الخص. pour prendre le train باش ناخذ القطار il faut طالع على غار. اول حاجه خصنا نمشيو للمحطه ديال القطار كما كتشوفوها لا غار هذه هنا. خصنا نمشيو لا غار المحطه ديال القطار. un train est formé d'une locomotive. هادشي اللي شرحتكم قال القطار مكون من قاطره. لوكوموتيف هي اللي كتجري، هي اللي كيكون فيها الشيفون. لوكوموتيف اي دو بليزيور فاغون. وبزاف ديال المقطورات. كاينه قاطره اللي كتجر والمقطورات دوك اللي كيتجروا. plusieurs wagons. dans un wagon وسط الفاغو il y a plusieurs compartiments. كاينه بزاف ديال البيتات صغيره. اذا وسط الفاغو ديك المقطوره اللي كتجر كيجرها القطار كاين هاي. هذا بان نوريه لكم دابا مزيان. هات هنا هذا هادي لاكار شفناها الفوق ياك وعاقلوا معايا على ذلك. هادي لاكار محطه القطار. هذا كومبارتيمون هادو هما دوك البيتات اللي كتكون جالس فيهم. واضح؟ هادي لوكوموتيف اللي قبيله كتجر كيكون فيها الشيفور. هي القاطره هي اللي كتجر التران. وهذا لو فاغون شفتو فاغون هو المقطوره. هما دوك ديك العربات اللي كيتجروا. ها وحده لاصقه في وحده اللي كتبان لكم من هنا. ها هي وحده فاغون وها هو فاغون ثاني لاصق حداها. هو اللي كتبغي تنقز من فاغون لفاغون الداخل كتحل واحد البيبان واحد الباب الاول والباب الثاني كيكونوا ملاقين بواحد البيبان. اذا هذا فاغون هذا لوكوموتيف. شنو الفرق ما بين هذا هاد فاغون هاد لوكوموتيف؟ هذا كيجر وهذا كيتجر. واضح؟ هذا كيتسمى هو الراس ديال القطار. واضح؟ هنا شي وحدين كيقول لك كيفاش التران كيوصل وما عندوش فين يدور؟ لا هذا بوحدو اللي كيدور. بحال دابا هو كيوصل دابا وصل لهنايا ياك وصل لهنا راه ماشي عيقلب الدوره كيما كدير الطوموبيل. لا هذا الراس بوحدو اللي كيدور وكيمشي من الجهه الاخرى. فهمت؟ هي هاد لوكوموتيف بوحدها اللي كتمشي من الجهه الاخرى وهي اللي كتجر عاود التران من اللي. يعني كيكون مجرور من هنا كيولي صدق مجرور من اللي. فهمت الفكره كيفاش؟ اذا هذه هو المبدا ديال التران. قالك جو لي اون بارتي دو تيكست اوت فوا نقرا شي جزء من النص بصوت مرتفع. جيكوت لي زوبسيرفاسيون دو بروفيسور اي جو مو كوريج. نتصنت لي الملاحظات اللي كيقول الاستاذ ديالي ونصحح راسي. مثلا ما كانش تنطق هذه هكا دير لا ليزون دير لونشينمون. دوك النصائح اللي كيقول لك الاستاذ خصك تطبقها بالحرف. هنا جو ديس كو في شاكون دي بيرسون كي سو تروف دون لو كومبارتيمون. نقول كل واحد شنو كيدير في ديك المقطوره. كل واحد شنو كان كيدير؟ يعني الراجل شنو كان كيدير؟ الشيباني الولد شنو كان يدير؟ وسميتها المراه شنو كان دير هي ولادها؟ اذا شنو نقولوا؟ لا فام اي سي زونفون سومنول. سومنول يعني ناسين صافي ناسو المراه ولادها. لو غارسون الولد شنو كيدير؟ جو افيك سا تابليت كيلعب بالتابليت ديالو. والشيباني لو فيي هوم غيست ايموبيل ما كيتحركش هذاك كاع مرة بحال ميت. لو فيي هوم غيست ايموبيل غير متحرك. ثم ندوزو ابخي لا ليكتور بعد القراءه. شنو عندنا؟ جيمي فالي عندنا. أقوم نفسي شنو فيها؟ قالك جو لي لا بروميير فراز دي تيكس بوي جونتور لا بون ريبونس سيت فراز اي. قالك نقرا الجملة الأولى اللي كاينة في النص وندور على جملة على الجواب الصحيح. عندنا الجملة الأولى في النص شنو هي؟ لو تران غول لونتومون. القطار كيتمشى بشوية ببطء. واش هاد الجملة تعجبية اكسكلاماتيف
ولا امريه امبيراتيف ولا ديكلاراتيف تقريريه عاديه. لا سي اون فراز ديكلاراتيف. ديكلاراتيف تقريريه ما هي امريه وما هي تعجبيه. قالك التران كيتمشى بشويه ما فيها حتى شي حاجه. قالك جي كري سيت فراز او فيتور. كتب لنا هذه الجمله في الامر. اذا شنو تقول لو تران لو تران عفوا لو فيتور المستقبل لو تران فالعود ما نقولو غول نقولو غولغا يعني غادي يتمشى بشويه غولغا لونتومون. علاش مثلا كيقرب لشي مدينه كيبقاش غادي بسرعه كيولي غادي بشويه. اذا كتقول لشي صاحبك كتقول له لو تران غولغا غادي يتمشى بشويه ما تخافش لان ملي يقرب للمدينه غادي يتمشى بشويه. غولغا يعني غادي يتمشى بشويه. عندنا اكريتير او كوبي يعني الكتابه والنقل. لاحظوا معي نكتبوا هذا الشيء اللي عندنا. انا كو شتوها حاول تقلدها كما هي بالضبط كو وما تحاولش تزرب بحالي. حاول بلاتي عليك باش تجي كتابتك احسن ديالي. فوالا كو. ثم عندنا ماجيسكول هانتوما كتلاحظوا. ثم كما كتشوفوا كي ماجيسكول ثم عندنا كوباك. كوباك هي واحد المقاطعة في سميتها في كندا. كوباك 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 نسيتها. كوباك ثم نمرو لجيرو كوبي يعني انقلو. انقل شنو عندنا. كيل بيل بلاج يا لها من شاطئ جميل. كيل بيل بلاج يا له من شاطئ جميل. هذه هي الجملة اللي عندنا نقلوها وهكا كملنا صفحتين 175 و 176 الى اللقاء.